لم تكلح حناجر العراقيين من بث الحزن وداعا على خسارات الأرواح والإصابات ولنسف الدم أسباب أغرقت البلاد في دوامة الموت تارة على يد الإرهاب وخلاياه وتارة على يد ميليشيات خارجة على القانون تفتك بالسلاح المنفلت صانع لا دولة وكاسر هيبة الدولة والقانون سبعة ملايين قطعة منفلتة من السلاح عاثت تصاعدا في البلاد ما بعد العام 2003 وحتى هذه الأيام الحكومات المتعاقبه كتبت على ورقه مناهجها الوزاريه عن امن واستقرار العراق بانهاء الظاهره الاخطر على البلاد والعباد يعيد محمد الشيع السوداني في رئاسته للحكومه الجديده كتابه النقطه التاسعه في بند استقرار البلد بانهاء ظاهره السلاح المنفلت خارج نطاق المؤسسات الرسميه والشرعيه للدوله لكن الحقائق التي تبثها ارقام النزاعات العشائريه وعدد عتادها وسلاحها المتوسط منه والخفيف، وما تقوله وزاره الصحه حول عشرات الاصابات اليوميه بفعل الاطلاقات العشوائيه، كل هذا يقف الى جانب خلايا نائمه وسلاح ميليشياوي خارج على القانون، ولا فرق بينهما في حصد ارواح واصابات. جميعها تقف بنفوذ متجذر تحركه احزاب هنا وولاءات خارجيه هناك. تتمسك بمفاصل مهمه في الدوله تمتد من طاولاتها الى منافذها تلك الاخيره التي تهرب فيها قطع السلاح بشكل انسيابي في صوره تتحدى لغه القانون ظاهره يراها مختصون في فلك السياسه والامن معا على انها ابرز تحدي امام حكومه السودان والتي ستكون بمثابه معيار لهيبه حكومته وبسط نفوذ الدوله من جديد سيما ان اللا دوله كانت ولا زالت في مخيله العراقي كاسرة لهيبة حكومات متعاقبه ما احدث فجوه ثقه ترسخت عند العراقيين على مر سنين طويله ليبرز السؤال الاهم هل ستنهي حكومه السودان تلك القناعه وتنهي ظاهره بددت ثقه الشارع منذ زمن بعيد ام انها ستكون مجرد نقطه على ورقه منهاج وزاري قرئ في جلسه منح الثقه للحكومه الجديده تبقى الايام المقبله بافعال الحكومه رهينه الاجابه على مصير ظاهره متجذره في العمق العراقي